في الذكرى 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي والتي استشهد فيها نحو 30 مصليا أثناء أدائهم صلاة الفجر على يد مستوطن حاقد، نظمت هذه المسيرة وسط الخليل للتنديد بإجراءات الاحتلال المستمرة منذ سنوات. هذه الذكرى 28 لاستشهاد أكثر من 30 شهيد في مسجد الحرم الإبراهيم الشريف الذي قام فيها المجرم باروك جولدشتاين بحق المصلين على صلاة الفجر في شهر رمضان المبارك قبل 28 عام. اعتادت حركة فتح في كل عام من ذكرى هذه المجزرة بإحياء هذه المجزرة لإصدار رسالة إلى كل العالم بأن هذا الشعب ما زال شعب مضطهد وشعب يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي. في هذا اليوم نجدد العهد والقسم لدماء الشهداء، لدماء الذين ذووا تحت نيران هذا المتعصب، هذه العقلية الإجرامية التي لم تفرق كل تلك السنين، لازالت العقلية الإجرامية، العقلية الاستيطانية مسيطرة على هذا الكيان الصهيوني. اليوم نحيي هذه الذكرى بهذا المد الجماهيري لننطلق إلى شارع الشهداء لنقول لهؤلاء المستوطنين أنكم لابد راحلون. المسيرة انطلقت من مسجد علي البكاء تجاه شارع الشهداء وسط الخليل والذي أغلق نتيجة للمجزرة، حيث وصل المشاركون ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومطالبة بوقف التوغل الاستيطاني الذي ينهش البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي. ذكرى أليمة وحزينة، هي عالقة ومستقرة في العقل وفي الوجدان الفلسطيني وليس في عقل ووجدان أهل مدينة الخليل، ولذلك هذه الذكرى تحفزنا باستمرار إلى مزيد من الثبات والصمود والتحدي وصولا إلى تحقيق كل أهدافنا في الحرية والاستقلال الوطني. رحم الله شهداء المجزرة، وبعد هذه المجزرة كما يعرف الجميع شكلت لجنة شامجار التي أدت إلى عقاب الفلسطينيين فوق هذه المجزرة، فأدت إلى تقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف. جنود الاحتلال الذين يتواجدون على حاجز شارع الشهداء اعتدوا على المشاركين في المسيرة بشكل همجي وعنيف، مستخدمين قنابل الصوت والغاز السام، وعملوا على تفريق المسيرة بقوة السلاح حتى طالت اعتداءاتهم الطواقم الصحفية في محاولة منهم لمنع نقل الحقيقة المتمثلة في جرائمهم المستمرة بحق الخليل وسكانها. محمود فراش، تلفزيون فلسطين، الخليل.